بسم الله الرحمن الرحيم. نتكلم مع بعض في الفيديو بتاع النهاردة على تكملة جزء البيمز وهي الكونتينيوس. وكنا قلنا قبل كده في محاضرة السكشن السابق ان معنى الكونتينيوس بيم هي ان هو يكون متحقق فيها ان في اكتر من سبان. سبان ده اللي هو بحر الكاميرا، اللي هو الطول ما بين سبورت، طول ما بين سبورت طول ما بين سبورت الى سبورت اللي بعده وهكذا اللي بعده الى اللي بعده. يبقى ده كده، او من هنا لهنا ده سبان، من هنا ده سبان، ومن هنا برضو سبان اخر اللي هو بحر الكاميرا. يبقى كده في more than one span، يبقى ده اسمها continuous beams. كويس، زي ما احنا شايفين ده مثال حقيقي لـ continuous beam فيها مجموعة من supports، اللي هو في عندنا تلاتة من نوع اللي هما الرولر، اللي هما بيجيبوا لنا تلات reactionات ويمنعوا لنا الحركة في اتجاه X والروتيشن، وعندنا one support من نوع اللي هو الهنج. تمام، في الحالة دي نفترض عدم وجود الكرة دي او الانترميديت هنج دي اللي موجودة منها اتنين في المسألة. اذا كانت مش موجودة الانترميديت هنج دي، فاحنا هنكون عندنا كام unknown في المسألة؟ ادي واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة. وفي الحقيقة ان احنا عندنا كام معادلة بنحل بيها المسألة اللي زي دي، اللي هما تلات معادلات بتوع الاتزان، وبالتالي محتاجين معادلتين اضافيتين عشان نقدر نحل السؤال بتاعنا. فهنا ياتي البديل ان احنا بيضاف الانترميديت هنج دي عشان يبقى المساله statically determined. تمام، فهنلاقي ان احنا عندنا بقى في هنج هنا بتديني كونديشن زياده او معادله زياده اضافيه، وفي هنج اخرى هنا بتديني معادله اخرى اضافيه، فيبقى عندي معادلتين زائد 3 اتزان، يبقى كده 5 بيساوي عدد الانونز، يبقى كده مساله statically determined وتحل. تمام، طيب نيجي نشوف في طريقتين بقى ان انا احل المساله بتاعه الكونتينوس بيم. احنا اتفقنا قبل كده ان احنا بنمشي على خطوات. اول خطوه ان احنا نتاكد من الاستابيليتي بتاعه المساله. تاني خطوه نحول بقى الاكسترنال لودز الى او اللودز اللي في المساله الى الرياكشنز عند السبورتس، وبعد كده نتحول بقى ان احنا نرسم الانترنال فورسز دياجرامز اللي هي النورمال والشير والايه والبيندنج مومنتس. تمام، فاحنا الخطوه الاولانيه دلوقتي ان احنا هنتشيك على الاستابيليتي، وده احنا عملناه بالفعل، اللي احنا اتاكدنا ان من الشكل كده ان هي ستيبل. وبعد كده بالنسبه للاستاتكس فهي ستيبل لان عدد المجاهيل بيساوي عدد ايه المعادلات. طيب نيجي للجزء التاني بقى، ازاي بقى نحصل على الرياكشنز. النقطة بقى اللي هنا اللي بتخلي المسألة هتحل اللي هي الانترميد هنج دي، ان المومنت عندها بيساوي صفر. انا اخدت مثال تقريبا يعني نفس الشكل كده. ففي المثال دوت هتلاقي عندنا تو انترميد هنج برضو نفس تقريبا نفس السيستم يعني. طيب إذا احنا جينا رقمنا المسألة بتاعتنا ودينا أرقام هنا، وليكن مثلا ده A وده B وهنا C وهنا D E و F. انا اسف طبعا على طريقه الكتابه دي، بس ده المتاح بالنسبه لنا دلوقتي. يبقى انا عندي A و B و C و D و E و F. خلاص، ففي طريقتين دلوقتي. في طريقه تمام ان انا اعمل مجموعه من المعادلات، وفي طريقه ان انا اعمل فصل. يبقى عشان احل الرياكشنات للمساله دي في طريقتين، في طريقه معادلات وفي طريقه بالفصل. خلاص، يبقى انا هنا عندي في
واي اي وفي واي بي وفي واي سي وفي واي دي وفي واي اي. فاذا انت ناوي تحل بالمعادلات فانت كل اللي هتعمله هتكون مجموعه من المعادلات تحل مع بعض تجيب الايه رياكشنز. اذا انت ناوي تعمل بالفصل فهنشوف طريقتها دلوقتي. طيب اذا احنا كده نحل بالمعادلات، النقطه المحوريه ان 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 عندك المومنت عند الهنج بيساوي كام؟ صفر. سواء واحنا اتفقنا ان المومنت ده بنجيبه ايه، بنحسبه من اليمين او الشمال. يبقى اذا النقطه دي عندها المومنت من ناحيه دي كده، هي دي كده يساوي كام؟ صفر. يبقى اقدر اقول دلوقتي ان واي اي في المسافه الافقيه دي، تمام، المسافه الافقيه دي زائد واي اف في المسافه الافقيه دي بيساوي او ناقص بقى 3 طن في المسافه دي يساوي صفر. فهيطلع عندي معادله في مجهولين اللي هو الواي اي وواي مين اف. تاني يبقى واي اي في المسافه الافقيه دي زائد واي اف في المسافه الافقيه دي ناقص 3 طن في المسافه الافقيه ايه بتاعتها اللي هي دي يساوي صفر. يبقى كده دي ايه، دي ايكويشن. نيجي بقى الايكويشن الثانيه، هناخد المومنت برضو خلاص عند نقطه سي ونجيبه برضو منين؟ من اليمين. احنا اخدنا من اليمين ليه برضو هنا؟ عشان نكون معادله ثانيه من نفس المجهولين اللي هو واي اي واي اف خلاص، وبالتالي نحلهم مع بعض نجيب الايه المجهولين دول. تمام، دول الاستفاده بقى من الشرط بتاع الايه الانترميديت هينج دي، ان احنا نحول المومنت لو بصفر ده الى معادله في مجاهيل نحلها نوصل للايه الرياكشنز دي. نفس القصه هنعملها الناحيه الثانيه، ما انا عندي الواي اي مجهول والواي بي مجهول، فانا اخدت المومنت كده، لو اخدت كده المومنت هكون معادله في واي اي ومين وواي بي. تمام، نيجي ناخد معادله تانية هنا كده ناحيه دي، يبقى برضو نفس المعادله، نفس يعني معادله شبيهه في واي اي وواي بي، نحل معادلتين مع بعض يبقى كده جبنا واي اي واي بي واي اي واي اف. المفروض بقى ان انا اعمل تشيك يعني على السؤال بتاعي، ان انا المفروض مجموع الواي اي زائد الواي بي زائد الواي اي زائد واي اف دول هما يدوني مجموع الايه الفيرتيكال فورس اللي هما ايه بقى، اللي هما التلاتة والاتنين والمحصلة اليونيفورم لود ده اللي هو الاتنين في المسافة بتاعته، هما دول المفروض يديني ايه مجموع الرياكشنز الايه الرئيسية كلها. بالنسبة للفورس في الاتجاه اكس اللي عند الهنج نجيبها ازاي؟ دي هي بس مفيش حاجة غيرها بتحصل، اللي هي سيجما فورس في اتجاه اكس بتساوي صفر، ولا فصل ولا معادلات، هي معادلة واحدة عشان هو بيبقى لازم مجهول واحد في الايه في المسألة اللي زي كده. هيبقى سيجما في اف في اتجاه اكس بتساوي كام؟ صفر. نجيب الايه الرياكشن عند نقطة ايه في اتجاه اكس. يبقى كده دي طريقة ايه المعادلات. بالنسبة بقى لطريقة الفصل، طريقة الفصل احنا نقدر فعلا ان في نوعين من الاحمال او نوعين من اللود، نوع external load ونوع internal load. تمام، external load اللي هو اللود الخارجي اللي هو بيجيب الرياكشنات بالنسبة لنا عند الايه الدعامات او السبورتس. طيب الانترنال فورس هي اللي يحس بيها الايه القطاع بتاع الاستراكشر بتاعي. يبقى اذا عشان انا اشوف او ابين الانترنال فورس دي لازم اقطع في اي مكان انا عاوز اشوف فيه ايه الفورس دي، واحنا اتفقنا ان احنا لينا الحق نقطع في اي مكان على طول الايه البيم بتاعتنا. ولو قطعت في اي مكان وليكن المكان ده مثلا، فايه اللي هيظهر عندك بالشكل ده كده اللي هو الهنج الرولر قصدي، وهيظهر عندك النورمال شير قصدي ده شير و نورمال و مومنت، اي التلاته دول لازم يظهروا في ايه في كل نقطة. ولكن الاختلاف هنا بقى لو انا جيت قاطع عند انترميت هينج اتفقنا المومنت هنا بكام؟ بصفر، فبالتالي مش هيكون في هنا ايه مومنت، يبقى في نورمال وفي مين
وفي كيو، كأنهم رياكشنز واحد في اتجاه اكس ومين واحد في اتجاه واي. يبقى انا لو جانا جيت قطعت هنا كده هنا وهنا، فيبقى السيستم عندي لازم يكون عارف مين اللي متشال على مين او مين اللي شال مين. لو انا فصلت كده فصلتهم عن بعض، اولا الكاميرا دي كده ايه اللي حصل لها؟ الكاميرا دي هتنهار هتقع، تمام؟ يبقى اذا اللي هي اللي هتنهار هتقع دي يبقى اكيد متشال على مين؟ اكيد متشال على الجزء الاولاني اللي هو ده، ومتشال برضو على الجزء التاني اللي هو مين؟ خلاص. يبقى انا لازم عشان احلل السيستم ده كله لازم احل الاول الكاميرا الصغيرة دي، وبعد كده اعكس ردود افعالها على الجزء اليمين وجزء مين الشمال اللي هم شايلين في الاصل. خلاص. يبقى اللي انا هعمله الكاميرا الاولانية ديت لما اجي افصل بقى عندها ظهر لي هنا نورمال ومين وشير، يبقى كأن انا عندي انترميديت ايه انترميديت هنج، كأن عندي هنج عادية خالص. وهنا عندي برضو ايه هنج. طيب اللي انا بعمله اللي انا احل المساله دي عادي خالص، سيجما فورس اتجاه اكس سيجما فورس في اتجاه واي، طبعا مفيش في اتجاه اكس هنا خلاص، يبقى بديب زيرو، يبقى في اتجاه واي بس. هتحل المساله وتجيب الايه الرياكشن بتاعتها، وبعد ما تجيبهم هترسم بقى الجزء التاني المساله اللي هو ده اليمين والجزء اللي هو ناحيه الشمال. اذا انت طلعت مثلا فوق وليكن مثلا 10 طن لفوق، يبقى تروح اكسها هنا تحت 10 طن. ليه؟ لان احنا اتفقنا ان اي نقطه بتحقق عليها الاتزان والمنشا كله متحقق عليه الاتزان. يعني لو في عندي 10 فوق يبقى لازم 10 تحت عشان المجموع بقى كام؟ صفر، تمام. ونفس الكلام في اتجاه اكس واتجاه ايه واي. يبقى لو كان هنا مثلا طلع عندي في الاتجاه ده 10، يبقى لازم هنا هروح عكسه اتجاه ده. تمام. هتوصل في الاخر ان انت حولت المساله دي الى مجموعه من السيمبل بيمز. بعد ما كنت بتحل هناك مساله كلها حته واحده وتقسمها معادلات، هنا قسمتهم ايه كسيمبل بيمز. تمام. هي دي ايه الكونتينوس بي. احنا دلوقتي هنشوف مع بعض مجموعه من المسائل عباره عن كونتينوس بيمز، من المتدرجين من الاسهل الى الاصعب. وهنشوف مع بعض ازاي نرسم بقى النورمال فورس والشير والايه والبيندنج. طيب اول حاجة المسألة دي لا تعتبر continuous beam، لان هي في span واحد هنا وبعد كده يعني في حتة كابولي كده، يعني ما تعتبرش ان هي continuous beam. ماشي. فاحنا يعني لما نيجي نحلها ببساطة، عندي هنا في reaction في اتجاه y وفي reaction في اتجاه x، وفي هنا في reaction في اتجاه y. طبعا هي مسألة مكتوبة بحلها، بس احنا ايه بنشير الى ايه طريقة الحل. طيب اذا احنا عاوزين نجيب رياكشن في اتجاه واي هنا وفي اتجاه واي هنا، اولا في اتجاه اكس مفيش خالص. ليه بقى مفيش هنا رياكشن في اتجاه اكس؟ لان اصلا مفيش اي فورس في المسألة في اتجاه اكس، كلها احمال في اتجاه واي. عندك 3 طن نازل و6 طن كونسنتريتد نازل و3 طن يونيفورم، ايه مفيش اي لود في اتجاه اكس. يبقى اذا مفيش اي فورس او اي رياكشن هيتولد في اتجاه اكس عند الايه السبورت دي. طيب عايزين بقى نجيب رياكشنز في اتجاه الواي. اذا اخدنا المومنت هنا يساوي صفر، يبقى هنجيب رياكشن هنا عند النقطه الاولانيه. اذا اخدنا المومنت هنا فهنجيب رياكشن عند فين؟ عند النقطه الثانيه. كويس. فاذا اخدنا الرياكشن هنا المومنت هنا سوري، فهيطلع كام بقى؟ افترضنا ان الكلوك وايز هو البوزيتيف، هيبقى 6 في 2 زائد 3 في 4 زائد 3 في 2 في 7.
اللي هي 2 و2 و2 وواحد كمان هنا بقى كام؟ 7. تمام. الكلام ده بقى ناقص الرياكشن اللي هو ده في 6، يطلع لنا الرياكشن ده المفروض بكام؟ ب 11 طلب. طيب اذا عاوز اجيب الرياكشن دوت ممكن اعمل حاجه بسيطه، اخد مجموع الفورس في اتجاه الفيرتيكال في اتجاه واي، يبقى المفروض الرياكشن هو طالع 11 ده ناقص 6 ناقص 3 ناقص 3 في 2 هيساوي 0، فيطلع الرياكشن في اتجاه واي دوت بكام؟ 4. لو انا عاوز اتاكد بقى ان الرياكشن ده مظبوط، فممكن ايه؟ اخد مومنت عند النقطه دي، والمفروض برضو تلاقي يكون مومنت بكام؟ بصفر. تمام. بعد ما حسبنا الرياكشنز اللي هم طلعوا 4 و11 والرياكشن في اتجاه صفر في اتجاه اكس طلع بصفر، نيجي نرسم بقى الايه الدياجرامز بتاعتنا. طيب اتفقنا، اول حاجه بنحط الداتم اللي هو عند الزيرو بتاعنا، واللي فوق بيترسم بوزيتيف واللي تحت بيترسم نيجاتيف. فليكن احنا نبدا من الاتجاه الشمال ده او اتجاه اليمين بالنسبه للنورمال فورس، مش فارقه هنا، فكله مفيش طبعا اي فورس في اتجاه دوت، فكلها بكام؟ بصفر. الدايره دي يعني ايه؟ بصفر. طيب نيجي بقى في الشير اللي هو اي حاجه في الاتجاه الفيرتيكال. طيب اتفقنا احنا لو بدانا من ناحيه الشمال اللي طالع بوزيتيف يعني فوق الديتم، ولو ابتديت من اليمين اللي نازل هو البوزيتيف، فاحنا هنفترض ان احنا نبدا من ناحيه الشمال، فاللي طالع هنطلع معاه فوق الديتم بوزيتيف، واللي نازل هننزل ايه لتحت. فدي نقطه البدايه بتاعتنا اللي هي الزيرو، فلقينا الرياكشن اللي هو 4، فهنطلع لحد كام؟ 4. وبعدين من هنا لهنا مش هنلاقي حاجه في الاتجاه ده في اتجاه الفيرتيكال، فهنفضل ماشيين زي ما احنا بالاربعة. هنيجي نلاقي الستة نزل تحت، يبقى هننزل مع الستة لتحت. طب هنزل ستة لتحت، في 4 فوق الديتم، وهنزل كمان 2 تحت الديتم عشان اكمل الستة بتوعي. بعد كده همشي افقي لحد ما تقابلني التلاتة، يبقى انا كنت عند 2 ونازل كمان 3 يبقوا كام؟ 5. وبعدين همشي هلاقي الرياكشن هو كام؟ 11 بس لفوق، يبقى هيطلعني لفوق، وانا كنت 5 تحت والمفروض اطلع 11، يبقى فيه 6 فوق الديتا. وبعدين هلاقي اليونيفورم لود، المفروض كل ما امشي متر انزل 3، يبقى انا عندي 2 متر يبقى انزل كام؟ 6. يبقى انا كنت 6 هنزل 6 تدريج كده لينير، يبقى اوصل لحد فين؟ انزل 6 كلهم، اوصل لكام في الاخر؟ للزيرو. طالما انت وصلنا للزيرو يبقى كده المساله مظبوطه. تمام. نيجي بقى لرسمه المومنت. اتفقنا بنحسب المومنت عند كل نقطه حصل فيها تغير في الايه في اللود، يبقى ادي نقطه ادي نقطه وادي نقطه وادي نقطه وادي نقطه، عندي 1 2 3 4 5. بالنسبة لأول نقطة اللي هي النقطة الفري اللي هي النقطة دي، فدي المومنت فيها اتفقنا ان هو بيبقى بصفر طالما مفيش اي concentrated external moment، فطالما مفيش كده يبقى هي بصفر على طول. نفس القصة الناحية التانية، النقطة دي بصفر، المومنت عندها بكام؟ بصفر، لان انا هحسب مومنت يمين احسب مومنت شمال، مفيش شمال، يبقى كده المومنت بكام؟ هنا بصفر. يبقى كده فاضل لي كام نقطة؟ في 3 نقط، النقطة اللي عندها 6 طن دي، والنقطة اللي عندها 3 طن، والنقطة اللي عندها الرياكشن اللي هو 11 طن. فلو جيت احسب اول نقطة مثلا اللي عندها 11 طن دي، فالمومنت عندها 3 في 2 6 في 1 يبقى بكام؟ 6. اتجاه المومنت كده يبقى ديل السهم لفوق، يبقى ارسم اوقع الستة فوق. واتفقنا ان الجزئية دي فيها يونيفورم لود او ديستريبيوتد لود، فاروح موصل خط الداش ده، واروح نازل من النص دبليو ال سكويرد على 2، واروح معلق الكيرف بتاع الايه البارابولا بتاعي، واخش على النقطه اللي بعدها. النقطه اللي بعدها ممكن احسبها من اليمين او احسبها من الشمال. طيب هنا عشان يعني الاسهل بختاره، خلينا نحسب من الشمال. خلينا ناخد مثلا النقطه الاولانيه 6 طن دي الاول،
النقطة الأولانية عندها المومنت بكام؟ بي أربعة في اتنين بتمانية، بس في الاتجاه ده، يعني المومنت رايح كده بيلف كده، يبقى ديل السهم فين؟ لتحت، يبقى تمانية لتحت، وراح موصل ايه؟ خط بالزيرو. نيجي النقطة بقى اللي عليها اللي عندها تلاتة طن، فيبقى المومنت أربعة في أربعة، يبقى كده كام؟ 16 ناقص 6 في 2 يبقى 12، يبقى المحصلة كام؟ 4، بس دي السهم فين؟ لتحت، يبقى نرسم النقطة 4 لتحت ونوصل بالتمانية اللي قبلها ونوصل بالستة اللي احنا كنا عاملينها قبل كده، يبقى ده كده ايه؟ رسمة الايه؟ البندنج مومنت. نيجي المسألة رقم 10، مسألة فاتت كانت رقم 6، نيجي مسألة رقم 10. هي عبارة عن لو قطعنا هنا تبقى جزء كانتليفر وجزء ايه؟ تكملة البيم. هنا نلاحظ ان اذا ما كانش فيه رولر دي واذا ما كانش فيه الانترميت هنج دي فهتبقى كانتليفر وتحل بالتلات معادلات العاديين بتوعنا، انما كنا حاطين هنا رولر، فبالتالي يبقى عندنا 1 2 3 4، يعني فيكسد عندها 3 والرولر عندها 1، يبقى كده 4. يبقى كده عندنا 4 مجاهيل وعندنا 3 معادلات اتزان، مضطرين ان احنا او يعني نحط انترميت هنج عشان نقدر نحل الايه المساله دي. طيب دلوقتي اتاكدنا من عدد المجاهيل بتساوي ايه؟ عدد المعادلات، فيبقى دي استاتيكالي ايه؟ تشالنج، تبقى نقدر نحل الايه؟ السؤال. طيب الخطوة اللي بعد كده ان احنا نحسب الرياكشنز بتاعتنا. طيب اتفقنا لما نلاقي الانترميت هنج دي يبقى ممكن في سكتين، السكة الاولانية ان احنا نجيب الرياكشنز عن طريق المعادلات، السكة التانية ان احنا ايه؟ نفصل. اذا احنا جبنا من طريق المعادلات فاحنا كأننا هنقف عند النقطة دي كده، النقطة بتاعت الانترميت هنج، عند النقطة اللي هي الانترميت هنج ديت، ونقدر نقول ان المومنت الجزء اليمين ده بيساوي صفر، فنجيب الرياكشن ده فيبقى واحد في اربعة ماشي في اتنين، يبقى كده كام؟ تمانية. تمانية المفروض يساوي الرياكشن ده في كام؟ أربعة، فيطلع الرياكشن ده بكام؟ باتنين. تمام. طيب اذا احنا عايزين نجيب الرياكشن اللي ناحية الفيكسد سبورت ده، ففي حل ان احنا ناخد سيجما الفورس في اتجاه واي، طالما جبنا الرياكشن الناحية اليمين، فيبقى الرياكشن بتاع الفيكسد سبورت زائد الاتنين طن ناقص اتنين طن ناقص واحد في اربعة، يدينا الرياكشن الناحية الشمال اللي احنا عاوزينه. طيب اذا احنا عايزين المومنت فاحنا هنقف عند الفيكس سبورت ونحسب كل المومنت اللي جاي ناحية اليمين، فهيطلع كام المومنت ده بقى؟ عندنا اتنين في اتنين، يبقى كده كام؟ اربعة، زائد واحد في أربعة في ستة، يبقى واحد في أربعة في كام؟ في ستة، يبقى كده معانا أربعة في الأول وبعد كده 24، يبقى كده كام؟ 28. وبعد كده بقى في عكس الاتجاه، اتنين في تمانية، يبقى كده في كام؟ 16 ماشي. يبقى 28 اللي هم 4 و 24 في الاول، يبقى 28 ناقص 16 دي، يبقى كده كام؟ يبقى كده فاضل 12 في الاتجاه ده، يبقى طالما في 12 في الاتجاه ده كاكشن، يبقى المفروض الرياكشن بتاع السبورت يبقى ايه؟
نشر فيه عكس الاتجاه بالمنظر ده. هنيجي نرسم بقى الايه internal forces بتاعه. بالنسبة للنورمال فورس طبعا ما فيش اي فورس في اتجاه اكس ظهرت في الايه في المسألة، فيبقى النورمال فورس كله بكام؟ بزيرو. نيجي للشير فورس دياجرام. طيب نيجي نبدأ زي ما اتفقنا او كالعادة يعني من الشمال، فهنلاقي ناحية الشمال 4 فوق الديتم، بعد كده هنمشي افقي لحد اللود اللي هو 2 طن، هنلاقي بينزلنا 2 فننزل لحد 2، هنمشي افقي لحد الانترميت هنج ما بتعملش اي حاجة الا اذا كان في تعملش اي حاجة قصدي في الفيرتيكال لود خلاص. فهنيجي هنا هنلاقي ان في الديستريبيوتد لود ابتدى يشارك، فالمفروض ان انا اكون من هنا لهنا اتحركت 4 متر، فبالتالي هنزل 4 في 1 طن لكل متر، يبقى هنزل كام؟ 4، يبقى من 2 فوق هنزل 4، فهتلاقي نفسك بقيت 2 تحت، وهتيجي هنا تلاقي الاثنين اللي طالع فهتوصلك لفين؟ للزيرو، يبقى انت كده المسألة قفلت مظبوط. طيب نيجي للبندنج مومنت دياجرام. عندنا كام نقطة هنا في تغير في اللود فيها؟ ادي 1 2 3 4. طب كام نقطة نعرفهم؟ انا عارف منهم 3 اللي هي النقطة دي بزيرو طالما مفيش اي concentrated moment، والناحية اليمين مفيش اي حاجة. النقطة دي اصلا بكام المومنت؟ بزيرو. والنقطة دي انا اوريدي حسبت المومنت عندها بكام؟ ب12، ودي لسه من فوق اهو، يبقى ترسم فين؟ فوق. يبقى هنا زيرو ما كده زيرو، بس خلي بالك ما بين الزيرو والزيرو في بارابولا، لان في يونيفورم لود هنا اللي هو 1 طن لكل ايه متر، وفي نصه بنزل دبليو ال سكوير على 8 اللي هي 1 في 1 1 في 4 تربيع، يبقى 16 على 8 يبقى عندي كام؟ 2. طيب فاضل النقطة دي بس، تمام؟ النقطة دي تحسب من اليمين او الايه الشمال. نيجي نحسب من الشمال للسهولة يعني، او عدد الحبل قليل، يبقى 12 دي مش هتعمل فيها حاجة خلاص، في نفس الاتجاه، يبقى 12 في ايه؟ عكس عقارب الساعة. بس في عندي 4 في 2 ب8 عكس اتجاه ال 12، المحصلة كام؟ 4 في اتجاه الكبير اللي هو 12 طن، يبقى دي لسه من فوق 4، يبقى ترسم 4 تاني، يبقى عندي كان 12 في الاتجاه ده، بعد كده نقف هنا اهو في 4 في 2 يبقى 8 في الاتجاه ده، يبقى 12 ناقص 8 يبقى 4، ودي لسه من فوق ترسم فوق، تمام؟ يبقى ده كده البندنج مومنت داجر. نيجي بعد كده لمسألة رقم 11. مسألة رقم 11، الأفضل هنا إن احنا نجيب أو نتأكد الأول من قبل ما نتأكد من الاستابيليتي يعني، فهنلاقي إن عندي 3 رولر واحدة هنج، يبقى كده في كام رياكشن عندي؟ 1 2 3 4 5، وعندي 3 معدات تزان وفي 2 انترميت هنجز، يبقى كده عندي كده كام؟ الانونز بتساوي الايكويشن، يبقى كده اقدر احل المسألة، والمسألة دي ستيبل استاتيكالي ديتيرمنت. كويس، اجي بقى احصل على الرياكشنز. فاول رياكشن ممكن نبص عليه اللي هو في اتجاه اكس، ما كانش فيه في مسألة قبل كده في اتجاه اكس، فهنا فيه في اتجاه اكس. فهنا المسألة كان في لود مايل اتحلل في رأسي 8 والافق كام؟ 6. فالستة ده هيوصل مفيش اي سبورت من ده يشيل اكس الا السبورت اللي هو الهنج ده، فطالما في 6 كده يبقى هنا الستة هتيجي في عكس الاتجاه بالمنظر ده. كويس، يبقى كده ده الرياكشن ده ايه وصلنا له. فاضل الاربع رياكشن في اتجاه ايه؟ في اتجاه واي. طيب هنا للسهوله الطريق افضل ان احنا نحل بالمعادلات. ليه؟ لان انت اذا وقفت هنا في النقطه دي واخدت المومنت ناحيه اليمين
إذا أخذنا إذا وقفنا هنا كده أخذنا المومنت ناحية اليمين مرة، فهنجيب الرياكشن اللي هو 4 طن. يجي منين 4 طن ده؟ 8 في 2 هتساوي الواي في كام؟ في 4. يبقى الواي 16 على 4 يبقى كام؟ 4. طيب كده الرياكشن ده جه. نيجي بقى للرياكشن ده. طب ما لو اخدنا المومنت الجزء ده كله كده بزيرو برضو فيدينا الرياكشن ده ليه؟ ما احنا خلاص اوريدي جبنا ده، يبقى ده المجهول الايه الوحيد. يبقى كده لو جبنا ده يبقى فاضل في المساله التو رياكشنز دول. طب التو رياكشنز دول هجيبهم منين؟ طب ما انا لو خدت مومنت هنا خلاص بزيرو يبقى كده اقدر اجيب مين ده، وبعد كده سيجما الفورس في اتجاه واي يبقى كده اجيب مين؟ اجيب ده. او ممكن اخد برضو المومنت ناحيه الشمال كده فاجيب ده واعمل تشيك بسيجما الفورس في اتجاه واي. فتاني احنا جبنا الرياكشن ناحيه اليمين دوت من سيجما المومنت عند الهنج الجزء اليمين، جبنا الرياكشن ده من سيجما المومنت الهنج التانية عن ناحيه اليمين برضو. طيب نيجي للرياكشنين دول، اخدنا مومنت عند واحد عند سبورت هنجيب ايه رياكشن ده مثلا. طيب اذا اخدنا سيجما فورس اتجاه واي هنجيب التاني. في طريقه تانية ان احنا ناخد سيجما مومنت للسبورت ناحيه للهنج دي ناحيه الشمال فنجيب رياكشن دوت ونعمل تشيك بقى على الرياكشنات كلها سيجما الفورسز ان هي تطلع بكام، سيجما الفورس بتطلع بكام الفيرتيكال فورس بزيرو. تمام نيجي بقى نرسم الايه بعد ما جبنا الاكشن 4 و8 و6 و6 نيجي نرسم الايه الانترنال فورس. لو احنا جينا نشوف النورمال فورس دياجرام ف في البدايه هنا هنلاقي في 6 كنت بتعمل كومبريشن او في اتجاه اللي بيضغط على الاستراكشر، فالديتا بتاعي اهو هروح جاي هنا نازل كام، انزل 6 والطبيعي ان انا هكمل لحد ما فيش حاجه قابلتني هكمل لاخر افقي لحد ما ال6 طبعا هنا مرسومه غلط التكمله دي مش موجوده هنا اخري هنا. تمام يبقى انا اوصل هنا كده واطلع يبقى دي 6 اوصل لزيرو الكلام ده مش موجود خلاص. يبقى انا همشي هنا افقي هنزل 6 في النيجاتيف وبعد كده همشي افقي هطلع عشان ارد بالايه بالستة عشان يحصل ايه عمليه ديزاين اوصل للزيرو. طيب نيجي للشير فورس دياجرام بقى نبتدي من الشمال كالعاده. يبقى انا هبتدي من الزيرو هنا كده هلاقي الرياكشن هو 6 هيطلعني فهطلع معاه 6 وبعد كده الديستريبيوتد لود اللي هو 3 في 4 هينزلني 12. يبقى انا في 6 فوق يبقى هبقى اوصل لكام بقى تحت، اوصل لستة تحت بعد كده ايه هلاقي في 6 تانية تطلعني اللي هي ايه الرياكشن فهوصل لكام للزيرو. فانا دلوقتي عند الزيرو فهمش افقي لان مفيش اي حاجة تقابلني في السكة لحد ما اوصل الانترميد هينج مفيش اي حاجة برضو فهكمل برضو زيرو لحد ما اجي عند الايه الاربعة هلاقي ان الاربعة اتجاهها لتحت فهنزل معاها لتحت 4 بعدين همشي افقي لان مفيش حاجة في الحتة دي بعد كده هلاقي التمانية بتطلعني لفوق فهطلع من الاربعة اللي كانت تحت هطلع تمانية يبقى هوصل لاربعة فوق بعد كده همشي افقي لحد هنا ترميت هنش مفيش عندها اي حاجة فهكمل عادي خالص لحد ما اجي هنا هلاقي انا كنت واقف عند الاربعة هلاقي تمانية بتنزلني لتحت فهروح نازل تمانية فهلاقي نفسي وصلت لحد عند الايه الاربعة تحت كده همشي افقي مفيش حاجة تأثر عليا فهلاقي ان عند السبورت في رياكشن كام 4 لفوق فهطلع 4 لفوق اوصل لكام للزيرو يبقى كده المساله قفلت مظبوط معايا. طيب نيجي بقى لحسابات الايه المومنت.
عندنا هنا كم نقطة نحسب فيها المومنت؟ ادي واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية. بس في نقط كتير منهم انا عارفها، اللي هي النقطة دي بزيرو، النقطة دي بزيرو، والنقطة دي اللي هي انترميت هنج بزيرو، والنقطة دي بزيرو برضو، والنقطة دي بزيرو. في عندي كام نقطة مش عارفهم، بس ادي واحد، ادي واحد اتنين تلاتة اربعة، في اربع نقط بس اللي نحسب عندهم الايه. طيب نبتدي. اتفقنا النقطة دي بزيرو. طب النقطة التانية اللي انا مش عارفها اللي هي دي اربعة، في المسافة اللي هي كام؟ اتنين، وهيبقى ديل السهم فين؟ لتحت، يبقى تمانية مظبوط. بعد كده هنلاقي هنا ان المومنت بكام؟ بزيرو. نيجي عند النقطة دي، يبقى المفروض احسب يمين او شمال. للسهولة هنا احسب من ناحية اليمين، فهيبقى عندي المومنت تمانية في المسافة اللي هي اربعة، ماشي، يبقى اتنين وتلاتين ناقص اربعة في ستة باربعة وعشرين، خلاص تمانية في اربعة باتنين وتلاتين ناقص كام؟ اربعة في ستة باربعة وعشرين، يبقى كده فاضل كام؟ تمانية. يبقى محصلة المومنت هنا تمانية، ودي لسه كان بالشكل ده، يبقى دي لسه من فوق اهو، يبقى هترسم فين؟ فوق، وراح موصل الزيرو بالايه؟ بالتمانية. هنلاقي النقطة اللي بعد كده بنحسب بنفس الطريقة، واحنا واقفين هنا كده، اللي هي النقطة دي، هنلاقي تمانية في ستة، تمانية في ستة يبقى كده كام؟ تمانية واربعين. وبعدين في عكس الاتجاه بقى، تمانية في اتنين بستاشر، وفي اربعة في تمانية باتنين وتلاتين، تمام؟ فيطلع المحصلة هنا للأسف بكام؟ بزيرو. ويطلع برضو النقطة اللي بعدها الانترميت هنج بكام؟ بزيرو، كويس. ولما نيجي نحسب النقطة دي برضو تطلع بكام؟ زيرو. يبقى الحتة دي كلها مفيش فيها أي مومنت، الحتة دي كلها كده مفيش فيها إيه؟ أي مومنت. بس هنا بقى لما نيجي نحسب إن المومنت اللي احنا عارفينه هو بزيرو هنا وهنا زيرو، لأن هنا في يونيفورم لود، فلازم نعلق البارابولا بتاعتنا خلاص، وننزل إيه؟ المسافة الرئيسية من النص اللي هي دبليو ال سكويرد على كام؟ تمانية، يبقى اللي هي التلاتة في مربع المسافة اللي هي تبقى ستاشر، يبقى تلاتة في ستاشر بتمانية واربعين على تمانية خلاص، يبقى كام؟ ستة. يبقى كده ايه؟ المسألة دي خلصت. طيب نيجي للمسألة اللي بعد كده، خلاص بتقول ايه بقى؟ اختلاف ما بينها وبين اللي فات ان هنا ظهر فيه بس concentrated ايه؟ concentrated moment، عشان هيختلف رسمة الايه؟ فاحنا لو هنيجي بقى نبص على اول خطوة عندنا، ان احنا عندنا ايه؟ عندنا في رولر سبورت موجود منها اتنين، وعندنا في هنج موجود منها واحدة، يبقى كده عندي كام رياكشن؟ اربعة. وعندي تلات معدلات تزاين وفي انترميت هنج، يبقى كده الموضوع ايه؟ متوازن. يبقى كده المسألة دي ايه؟ استاتيكالي ايه؟ ديترمنت. يبقى انا قدراتي ايه؟ احل المسألة بأي طريقة.
فانا السهوله عندي برضو هنا بتقول ايه عشان اجيب الرياكشنز، ان انا اخد المومنت هاخد المومنت انا ممكن اقف هنا كده وعارف مومنت هنا بصفر، اروح واخد المومنت للجزء ايه الجزء ده بصفر. كويس، يبقى انا المجهول الوحيد هيكون الرياكشن اللي هو بتاع السبورت ده، يبقى اقدر اجيبه. تمام، طيب لو انا بقى بعد كده جيت اخدت المومنت هنا عند النقطة دي بتساوي صفر، فاصبح المجهول ده عندي اعرف ايه اجيبه. بعدين المجهول بقى ده اللي فاضل من سيجما الفورس في اتجاه واي اقدر ايه اجيبه. خلاص، طيب بعد ما جبنا الرياكشنز بقى، طبعا زي ما هو واضح كده ان مفيش اي فورس في اتجاه اكس، وبالتالي مفيش اي رياكشن في اتجاه اكس، وبالتالي مفيش نورمال فورس دياجرام في اي حاجه، يبقى ده يبقى كام؟ زيرو كله. طيب الرياكشن هنا طلعت في اتجاه واي اول واحد 2 طن، وبعد كده 0.625، وبعد كده 2.375. جميل، نيجي بقى نوقع الايه الشير فورس دياجرام بما ان النورمال فورس كله ايه زيرو. طيب انا ابتديت من هنا، ابتديت من هنا مش هلاقي اي فورس في اتجاه واي طالعه او نازله، وبالتالي هنا البدايه عند زيرو، وكالعاده همشي افقي طالما مفيش اي حاجه ايه تنزلني ولا تطلعني، لحد ما اجي هنا عند السبورت الهنج هلاقي فيه 2 طن طلع لفوق، يبقى هطلع مع الاتنين اللي طلع لفوق، ماشي رأسيا المفروض الكلام ده. بعدين همشي افقي طالما مفيش اي فيرتيكال لود في المنطقه دي خالص، لحد ما اوصل لفين؟ للانترميد هنج. همشي افقي لحد الانترميد هنج. لو ما كانش في حاجه برضو ما بين الانترميد هنج دي والرولر كنت هكمل افقي عادي، انما اللي حصل هنا ان في يونيفورم لود ما بين الانترميد هنج والرولر، وبالتالي هنزل الجزئيه دي، هنزل كام؟ هنزل واحد في واحد، يبقى هنزل كام؟ واحد. انا كنت اتنين خلاص، فهنزل كام؟ واحد، يبقى هبقى واحد. بعد كده هلاقي عند السبورت في 0.625 لفوق، فهطلع لفوق فاوصل ل 1.625، يبقى انا كده عند دلوقتي عند 1.625. بعد كده عشان بقى اروح للسبورت التاني اوصل هناك هخسر كام؟ هنزل كام؟ واحد في كام؟ في أربعة. يبقى انا كنت 1.625 لفوق، هنزل أربعة هتلاقي نفسك بقيت 2.375. ال 1.625 و 2.375 هم الأربعة اللي أنا إيه نزلتهم عشان أوصل في الآخر لي الزيرو، نتيجة إن أنا طلعت 2.375 لفوق. يبقى كده المسألة حققت الاتزان، ويبقى كده حساباتي الرياكشنز كانت مظبوطة. نيجي نرسم بقى إيه رسمة الإيه المومنت. المومنت هنا هنلاقي إن إحنا عندنا كام نقطة، ادي واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة، وخلي بالك احنا اتفقنا النقطة اللي فيها concentrate moment بنحسب مرة بيها ومرة من غيرها. خلاص، فنبدأ بقى بالنقط اللي معروفة بالنسبة لنا، وليكن النقطة اللي على الشمال دي عندها لو مفيش الكونسنتريت مومنت عندها يبقى المومنت عندها بكام؟ بزيرو. بس دلوقتي في كونسنتريت مومنت بأربعة طن متر، بدي السهم فين هنا؟ لفوق، يبقى يترسم فين؟ بقى أربعة فين؟ لفوق. بعدين النقطة اللي بعدها، ما هي النقطة اللي بعدها برضو الأربعة طن، لو أنت وقفت هنا وخدت المومنت الجزء ده هتلاقي 4 طن، وقفت هنا وخدت المومنت الجزء ده هتلاقي برضه 4 طن، لحد السبورت المومنت بكام؟ ب 4 طن، يبقى المومنت ده كله ايه؟ ثابت. خلاص؟ نيجي للنقطة اللي بعد كده اللي عند كونسنتريت مومنت التاني.
نفترض ان مفيش كونسترينت مومنت الاول ونحسب، فهيطلع عندنا المومنت بكام؟ بزيرو. فنوصل الاربعة بكام؟ بالزيرو. بعدين الزيرو ده جه من الاول اهو، اتنين في اتنين يبقى المومنت بكام؟ باربعة كده، باربعة في الاتجاه ده. وفي اربعة اصلا في الاتجاه التاني من الاول اللي هو الكونسنتريت مومنت اللي على الشمال خالص، يبقى كده المومنت هنا محصلته بكام؟ بزيرو. كده احنا رسمنا الجزء ده. طيب دلوقتي في كونسنتريت مومنت عند النقطة دي، بناخده معانا في الاعتبار، فلقينا دي لسه من فوق، فنروح طالعين في الاتجاه البوزيتيف لفوق، الاتجاه اللي فوق دي قصدي لفوق، تمام. وبعدين هنلاقي ان احنا اصلا عند النقطة دي المومنت بكام عشان الانترميت هينج؟ بكام؟ بزيرو. فنروح موصلين ايه الخط الايه المستقيم عشان مفيش اي يونيفورم لود في الحتة دي. يبقى كده اتفضل بقى الجزء الايه اللي من انترميت هينج هنا لحد فين؟ لحد هنا. يبقى هما نقطتين اللي فاضلين، النقطة دي والنقطة دي. يبقى يفضل هنا النقطة دي احسبها منين؟ من اليمين. النقطة دي كده كده بصفر، ماشي. يبقى انا دلوقتي بتكلم على حسابات النقطة دي بس. يبقى النقطة دي احسبها ازاي؟ واحد في اربعة، ماشي، في اتنين كده. ده اول حاجة، واحد في اربعة في اتنين، دي اول حاجة. بعد كده بقى في الاتجاه المعاكس 2.375 في كام؟ في اربعة. فهيطلع محصلة المومنت بالشكل ده، ودي لسه من تحت خلاص، فالقيمة هنا مش محسوبة للأسف، تمام. وبعد كده المفروض لما نحسبها هنوصل بقى خط الداش او الدوتد لاين دوت، ونفس القصة بين النقطة التانية، لان هنا في يونيفورم لود وهنا في برضو يونيفورم لود، وهننزل بقى البارابولا هنا تبقى اصغر طبعا من البارابولا اللي هنزلها ناحية الايه اليمين. طيب في مسألة برضو شبيهة للمسألة اللي فاتت، نلاقي ان احنا عندنا دي اللي ممكن نطبق فيها طريقة المعادلات وطريقة الفصل، يعني الاتنين هنا مناسبين بالنسبة للمسألة دي. طيب الاول انا عندي كام سبورت الاول؟ عندي 3 رولر، يبقى 3 رياكشن في اتجاه واي، وعندي واحده هنج، يبقى في واحد في اتجاه اكس وواحد في اتجاه واي، يبقى كده كلهم كام رياكشن؟ كلهم كده 5. وعندي 3 معادلات اتزان، وعندي 2 ترميت هنج، يبقى كده 5 مظبوط. يبقى كده الانونز بتساوي الايكويشنز. يبقى انا كده بالنسبه لي المساله دي ستيبل وستاتيكالي ديترمينت، اقدر احلها بالمعادلات الاتزان بتاعتي. طيب يبقى الخطوة اللي بعد كده ان انا احصل على ايه؟ على الرياكشنز دي. احنا قلنا في طريقتين، يا اما ان انا احل معادلات، ان انا اخد مومنت عند الانترميت هينج دي بيساوي صفر في نقط مختلفة، يا اما اعمل عملية ايه؟ فصل. طيب هنا لو عايزين ناخد طريق ان احنا ايه نعمل ايه حل المعادلات، يبقى ناخد مومنت الجزء اليمين ده صفر،
ونجيب معادلة للمجهولين دول مع بعض. بعدين نروح جايين بقى النقطة دي وناخد مومنت ناحية اليمين برضو بالصفر النقطة دي، يبقى عندي نفس المجهولين برضو ليهم معادلة تانية. يبقى نقوم حلين بقى المعادلتين دول مع بعض نجيب الايه التو رياكشنز دول. نفس الكلام هنكرره الناحية التانية، النقطة دي كده التانية والنقطة دي كده ناحية ايه. خلاص كده جبنا ايه الايه رياكشنز. طيب اذا انا عايز افصل بقى، مش عايز احل كده، انا عايز افصل، يبقى هفصل عند انترميدينش عشان ابقى خلصت من مجهول اللي هو المومنت. يبقى عندي القوة الداخلية عبارة عن اكس وواي اللي احنا بنمثلها انها انترميد، انها ايه، انها هنش عادية خالص. فهنا لو فصلت في الجزئية دي ايه ده اللي هيحصل له؟ ايه اللي هيحصل له؟ ده هيروح ايه، هينهار. يبقى اذا ده الجزء اللي في النص ده هو اللي متشال على ده، ومتشال برضو على مين؟ على ده. يبقى اذا انا لازم احل الجزء اللي في النص ده الاول ك سيمبل بيم، حاجة بسيطة، بعدين اجيب رياكشن عليها، وبعد كده اعكس رياكشنز فين؟ على دي مرة، رياكشن ناحية الشمال على ايه؟ على التاني. خلاص. طب وبالنسبة للاتنين طن دي بقى اللي جات عند الانترميد هنج بالظبط، دي اذا انت خدتها في الجزء الفوقاني فتمام صح، وهتجيلك برضو مش هتأثر كتير يعني، فهتجيلك فين؟ هتوصل للجزء التحتاني. واذا انت ما خدتهاش في الجزء الفوقاني فهي برضو هتكون معاك في الجزء التحتاني. تمام. ف يعني للابسط هنا ان انت ما تاخدهاش في الجزء الفوقاني. ليه بقى؟ لان انت تروح عامل رسم الكاميرا كده بتاعتك، تمام، وهيبقى عليها 2 طن لكل متر، فهتبقى سيمتريك قصدي. فبتروح جايب بقى الرياكشن 2 في 4 اللي هم 8 دي محصلة، اللي بتروح قسمه على 2 نص يمين ونص شمال. ده كده جبت، انت جبت الرياكشن، تروح عكسهم بقى، واحد تحت الناحيه دي واحد تحت الناحيه دي، وخلاص كده خلصت. يبقى عندك في سيمبل بيم شيء يمين اللي هي دي، وسيمبل بيم شمال، تحلهم زي ما تحل اي بيم عاديه سيمبل، وتجيب الرياكشنز كانك فصلت المساله لثلاث اجزاء. ففي الحاله دي الاتنين طن بقى اللي انت سبتها ما خدتهاش فوق دي هي هتبقى موجوده على البيم اليمين تحت. خلاص. طيب دلوقتي احنا جبنا الرياكشنز، فرض ان احنا جبنا الرياكشنز وطلعت ايه مظبوطه، عندنا 2 طن لتحت نيجاتيف يعني، و6 طن بوزيتيف، 9 طن بوزيتيف، وهنا طلعت زيرو، وهنا 3 طن نيجاتيف، 2 طن نيجاتيف، ده اللود يعني، واليونيفورم لود اللي هو 2 طن لكل متر. فعايزين نرسم بقى الانترنال فورسز دياجرام. فاول حاجه النورمال فورس دياجرام، هنا في بقى في اتجاه اكس موجوده فورس، فبالتالي في نورمال فورس دياجرام. كويس. فاذا بدانا من ناحيه الشمال هنلاقي في 4 بتعمل كومبريشن او بتعمل تضغط على ايه في الاتجاه ده، وهي على طول بترد عليها الناحيه الثانيه على 4، مفيش حاجه في النص تعمل تغير. فبالتالي هننزل هنا ال 4 وهتفضل ماشي افق الحياه لحد الاخر، تقفل على كام؟ على الزيرو. انا ماشي 4 في الاتجاه ده اللي هيخلينا في الزيرو، ان في الاربعه في الاتجاه المعاكس هنا اللي هي دي قابلتني. تمام. طيب نيجي للشير فورس دياجرام بقى. هنا في الديتم بتاعي انا واقف هنا عند الزيرو، لقيت 2، انا المفروض اطلع مع اللي طالع وانزل مع الناس. دلوقتي انا في 2 نازله دلوقتي، بروح نازل بقى 2 لتحت، بعدين امشي افقي، مفيش حاجه وصلت هيتاثر مع الحد ما وصل للسته.
فالستة هتطلعني لفوق، انا كنت اتنين تحت اروح طالع ستة يبقى هوصل اربعة فوق، وبعدين اروح ماشي افقي الحتة دي كمان مفيش حاجة هنا كده، هلاقي اليونيفورم لود اللي هو ده اتنين في كام في اربعة بينزلني كام تمانية، كنت اربعة فوق يبقى هوصل ان انا اوصل كام اربعة تحت كده، هلاقي الاتنين نزلني لان اوصل للستة كده مش افقي مفيش حاجة معايا هناك تمام كده، اروح طالع اروح طالع تسعة يبقى اوصل لان انا ابقى تلاتة فوق كده مش افقي مفيش حاجة، اروح نازل تلاتة يبقى اوصل للزيرو كده المسألة قفلت معايا ايه مظبوط كويس. بعدين هاجي بقى ارسم رسمة الايه البيندنج مومنت ايه دايجرام. طيب عندي كام نقطة بقى هنا ارسم يعني مطالب ان انا احسب فيها المومنت، عندي ادي واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية، تمن نقط المفروض احسب فيهم البيندنج مومنت او احسب فيهم الايه المومنت. طيب في كم نقطة فيهم انا عارفهم، في كم نقطة فيهم انا عارفهم، ادي واحدة ادي التانية التالتة ادي الرابعة، عارف اربع نقط. تمام اذا بدانا بالنقطه دي مثلا ادي الصفر بتاعي تمام، بعد كده اجي في النقطه الثانيه اللي جنبيها اذا كان الرياكشن طلع صفر فخلاص اي كانت المسافه اللي هنا فكل المسافه دي فيها مومنت بكام بصفر، الرياكشن في المسافه صفر. طيب نيجي للنقطه دي المومنت فيها عباره عن كام، ثلاثة اللي هو ده في المسافة اللي هي اتنين يبقى بكام بستة، واتجاه المومنت بالشكل ده يبقى دي السهم لفوق يبقى دي رسم ستة فوق، ونوصل من الزيرو لكام لستة. نيجي في النقطة بقى دي اللي هي وصلت لكام لزيرو، هنروح موصلين الستة بكام بالزيرو، والنقطة اللي بعدها بكام بزيرو بس هنا في يونيفورم لود، فنروح معلقين البارابولا بتاعتنا وننزل في نصها الدبليو سكوير على 8. طيب نيجي بقى نجمع بقى الشكل ده من الشمال شويه، فالنقطه دي بكام بزيرو. طيب بعدها نيجي نحسب مومنت نلاقيه احنا اتفقنا ما بنعتبرش الاول الكونسنتريت مومنت يعني نحسب من غيره، فالمومنت عندي بقى الاتنين طن نازل دي في المسافه اللي هي اتنين يبقى اربعه بالشكل ده يبقى أربعة، ودي للسهم فين فوق يبقى ترسم نقطة كده النقطة دي ونوصل بالزيرو. بعدين أنا كان معايا أربعة كده، وخلي بالك بص بص دي للسهم جاي ازاي المومنت جاي ازاي، فالمومنت ده لازم نجيبه على عدلته هنا بنلفه في الايه في الاتجاه ده، يبقى أربعة كانت عكس الأربعة اللي ايه اللي احنا حسبناها من شوية، المحصلة بتاعتهم بكام؟ بزيرو. المحصلة بكام؟ بزيرو. فنوصل بقى الأربعة بكام؟ بزيرو. بعدين نحسب المومنت عند نقطة الستة دي، النقطة اللي فيها ستة طن دي خلاص اللي هو بقى كام بقى؟ اللي هو أربعة خلاص في عكس الاتجاه، بعد كده اتنين في كام؟ في أربعة يبقى تمانية ناقص أربعة يبقى المومنت بكام بأربعة، ودي للسهم الفوق يبقى نرسم أربعة، نروح موصلين دي بالنقطة اللي هنا ونروح موصلين بالنقطة اللي هنا يبقى كده قفلنا الرسم بتاعي تمام.